أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عبد الله القيصي صاحب إيفاد، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. أهلا وسهلا فيك. حابين نرحب فيك بداية، نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. يا سيدي بارك الله فيك وشرفتنا بالزيارة الكريمة. أنا اسمي عبد الله القيصي، أنا كوفاوندر لإيفاد، معي شركائي الثانيين أسسنا الشركة ب 2018. إيفاد شركة مختصة في الديستريبيوشن للسايبر سيكيورتي إيكويبمنت، بنركز بالآي تي على السيكيورتي سولوشنز. وإيفاد جاي الاسم تبعها من إيفولفد فاد، إيفولفد فاليو أدد ديستريبيوتر. ممتاز، خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في السوق. إحنا كشركة ديستريبيوشن إحنا عبارة عن حلقة الوصل بين الاند يوزرز، كاستمرز، البيج انتربرايزز، الجهات الحكوميه، الجهات التعليميه زي الجامعات، مع الانترناشنال فيندرز اللي بيقدموا السايبر سكيورتي سولوشنز في الجي سي سي وفي الميدل ايست. ممتاز. احنا حلقه الوصل بين هذول، احنا بنزود الفيندرز الانترناشنال بالفرصه انهم يقدروا يبيعوا ويوصلوا السولوشنز تبعتهم للريجن تبعتنا. بنفس الوقت احنا بنساعد الكاستمرز والجهات الحكوميه والبيج انتربرايزز انهم توصل لهم احسن تكنولوجي باحسن الاسعار وبافضل المواصفات التقنيه اللي بتخدم مصالحهم وحاجاتهم. طبعا في ظل المنافسه في جميع مجالات العمل في دوله الامارات، حابين نتعرف عن المميز عندك عن باقي المنافسين، خصيصا بعد فتره كورونا زاد الاقبال على هكذا مجالات. يعني اكيد طبعا التنافسيه دائما عاليه، احنا بننبسط لما يكون في منافسين. أكيد. لانه التنافس، احنا لما نتنافس مع غيرنا وغيرنا لما يتنافس معنا، هذا بيزيد الحماس وبيزيد الكواليتي اوف سيرفيس، مما يؤدي الى زياده في الكواليتي اللي بتوصل للكاستمرز. طبعا هلا احنا كشركه ديستريبيوشن تركيزنا قائم على الاي تي سولوشنز والسكيورتي. اكثر الشركات اللي بتنافس بتركز على السيلز والمبيعات. احنا قبل ما نركز على السيلز والمبيعات بنركز على التقنيه، على التكنيكال تيم. احنا الانجنييرز اللي عندنا والتكنيكال تيم وي انفست معاهم، بنعينهم او من يتم الريكروتمنت تبعتهم بفتره قبل السيلز، بحيث انه ياخذوا فتره يتدربوا على السولوشنز، يتعلموا عليها، يشتغلوا عليها، بحيث لما نيجي لمرحله السيلز يكون السيلز تيم جاهز يبيع وراه تكنيكال تيم قوي. فالديفرنشيشن عند ايفاد بهاي المرحله بيكون التكنيكال تيم، الانفستمنت تبعتنا في التكنيكال تيم. التكنيكال تيم بيقدر يبيع، بيقدر يركب، وبيقدر يعمل البرزنتيشن والديمونستريشن. هاي هي الفاليو اد ديستريبيوتر اللي احنا بنقدمها. ممتاز، خبرنا اكثر عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي راسمينها لايفاد. تمام، احنا كايفاد اسست الشركه زي ما حكيت لك ب 2018، احنا ثلاث شركاء زملاء من ايام الجامعه والدراسه. اشتغلنا في عدة مجالات قبل ما نلتقي في إيفاد. كان الهدف من تأسيس إيفاد هو إنه نزود الماركت تبعنا بشركة قادرة على تقديم كواليتي عالي وتكنولوجي متقدمة، بنفس الوقت ما نعمل ديسكونكشن ونفصل بين الانترناشنال فيندرز والكاستمرز. الفيندرز اللي برا ما بيعرفوا، خلينا نحكي، النيدز تبعت الماركت تبعنا. احنا اولاد الماركت، اولاد البلد، عارفين شو الحاجات، عارفين كيف نقدم هاي الخدمه بطريقه الكاستمرز يتقبلوها وفاهمين حاجاتهم. تمام، فواجهنا مشاكل كثيره لما كنا نشتغل في زماناتنا، يعني في الشركات القديمه، انه في ديسكونكشن، يا بيركزوا على السيلز، يا بيركزوا على التكنيكال، يا بيركزوا على الفاينانشال، بس ما حدا بيركز على الايكو سيستم كامل اللي هو الفندر والبارتنرز والديستريبيوتر والكاستمر. فحبينا ناسس هاي الشركه ونضيف التاتش تبعتنا عليها. طبعا حابين ايضا نتكلم عن الامن والامان في دوله الامارات، وكيف ممكن يساعد الامن والامان على استقطاب مستثمرين من خارج الدوله او حتى من داخل دوله الامارات. طبعا اكيد الامارات الحمد لله والفضل يعني لله ولشيوخنا، قدروا بفتره قليله انهم ياسسوا ايكو سيستم كامل وبيئه حاضنه للشركات قائمه على عده عوامل.
الفاسيليتيز انك انت بامكانك تفتح شركه باسهل ما يكون. اكيد عندك المقدره انك تفتح شركه، تفتح حساب بنكي وتمارس نشاطاتك يا من مين لاند يا بالفريزون. الشغله الثانيه الاستشراف المستقبل، انه المجالات اللي بيفتحوا لنا اياها بتكون انت مخطط لبزنس معين، الامارات بتكون قبل بوقت مجهزيت لك هاي البيئه الحاضنه اللي تقدر تسوي البزنس تبعك. صحيح. اضافه للامن والامان، الحمد لله رب العالمين احنا قاعدين بنشوف شو قاعد بيصير حاليا في الوطن، في حوالينا بالوطن العربي او حتى باوروبا. انت بالامارات بتطلع برا الساعه 3 الصبح 4 الصبح، بتطلع ما بتهكى الهم شو راح يصير معك. صح. تمشي مسافات طويله ما بتخاف. صح. اضف الى ذلك من ناحيه بزنس الامن اللي له علاقه بالبزنس والفاينانشلز، انت عارف انه الايكونومي كله قوي روبوست متماسك، في فاريتي اوف انكم، فانت عارف انه لو لا سمح الله مثلا قطاع معين صار فيه مشاكل ماليه القطاع الثاني بيشيل. فانت عارف انه فلوسك واستثماراتك وتعبك في هاي البلد محفوظ، ما راح البلد تفلس. صح. ما راح البلد يصير في عندك مشاكل ماليه. اكيد. الاستشراف للمستقبل اللي عم بنشوفه حاليا بالامارات بخليك مطمئن ومرتاح انه اذا جبت فلوسك على هاي البلد، او حتى اذا ما كان معك فلوس واسست شغلك هون وصار معك فلوس بهاي البلد، فلوسك محفوظه، حقوقك كامله محفوظه. صحيح. الايكو سيستم اللي عملوا لك اياه بحيث انه انت كشركه ناشئه محتاج خدمات ماليه، محتاج خدمات قانونيه، محتاج خدمات تاسيس شركات، عملوا لك بيئه حاضنه لكل هاي الشركات تطلع تشتغل مع بعض وتخدم على بعض بحيث الكل يكون مستفيد. احنا كشركه اذا فتحنا وما كان عندي شركات كومباني استابليشمنت وستراكشرنج ما راح افتح الشركه بسهوله، راح اضيع. اكيد طبعا. بعد لو ما فتحنا الشركه ما في شركات بتقدم خدمات ماليه وعندهم تراخيص يقدروا يخدموني، ما كان اموري الماليه دهورة. صحيح. دائما ما كانت الامارات تقدم جميع التسهيلات الحكوميه لجميع المستثمرين من داخل او من خارج دوله. استاذ عبد الله حابين نشكرك على ظهورك معنا اليوم. صحيح. كان لنا الشرف بصراحة. قبل ما ننهي حابين أيضا نتعرف على كيفية التواصل مع إيفاد. طبعا أكيد إحنا تقدر تواصل معنا على السوشيال ميديا، عندنا لينكدين بيج، الويب سايت، على الإيميل وعلى التليفونات مع تيم السيلز والإنسايد سيلز عندنا. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني سوف يظهر أسفل الشاشة. نتشكرك مرة أخرى على ظهورك معنا. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.